مجال بها مجال، مو أنا مريض وحالتي تعبانة وأقول لي راح يصير زين
زين باكر راح تلقى دائما وانت تعرف في حالته زين يعني مو زين راح تنعكس عليك سلبيه وراح تنعكس على المستشفى وراح تنعكس على نفسيه الشخص وتامل وراح تمام فهاي كلها ايضا تاثر في المجتمع بالفرق المجتمع انا تعرف اسلوبه وتزيد نفسه كانسان مسؤول عن عمل تصرف باسلوب اقوى وافضل عمل سواه عن الاخرين يعني شد ما يكون الانسان سلوكه بالقيم عالي شد ما يكون ايجابياته بالعمل النتائج تكون للكل مرضيه يعني انا ما اجي استخدم اساليب معينه ما احكم نفسي فيها واعكسها على المقابل بالعكس راح ما تاثر بس على دول راح تاثر على المؤسسه مالتهم المنسوب لها او المنظمه المنسوب لها تنتهي الرقابة الذاتية أداء الفرد يعني شنو؟ يعني الإنسان يراقب نفسه الذاتي كل واحد يراقب نفسه ذاتيا يشوف هاي شو يسمونها النفس اللوامة اللي تجي تحاسب على نفسها يا ترى أنا سويتها صح أو سويتها خطأ تجعل الفرد أكثر رغبة في المشاركة مع جماعة أكبر لهم بمعنى شنو؟ راح يكون إلى تشجيع يشوف المقابلين هم ناس ويا نفس يعني الأهداف ما أقول نفس المستوى لأن الشهادات تختلف والاختصاص يختلف لكن نفس الهدف مالكم إنعاش المريض خدمة المريض خدمة المؤسسة المنظمة المنسوب لها استخراج نتائج إيجابية مو سلبية راح يصير لك رغبة وحب وتعاون مع هذه المجموعة أما التأثير في الجماعة هناك تأثير أخلاقيات العمل على الجماعة الموظفين خلينا نتعرف عليه شنو تأثيرها على الموظفين ترسيخ معنى الأخوة بين المؤمنين إنما المؤمن أخوة حلوة هاي يعني مو واحد يحب الثاني مو واحد يفتن على مو هذا شو معنى تعطوا إجازة على المهمة شو معنى ذاك وشو معنى هذا هذا الفرق ماكو لا أخوة ولا مؤمنين جزئنا تمام توحيد جماعة الموظفين معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقون ما جاي قال زعلان الغرفة وقال زعلان المكان وقال ما طلع إنتاج ليش؟ لأن حتى اللي يجيك يقول لك تعال يا أبي عندي شغلة روح ذاكر ما تزعل ذاكر ويقول لك تعال نشتغل له أو نساعده أو نسوي له أو نقول فد شيء لا روح ذاك وها مو بس هم حتى يزعلونك مو يعيشون على سبيلهم هم اللي يساعدوا يشوفون سوء تمام هنا روح التعاون من خلال العمل الجماعي المشترك أنتم تشوفون نفسكم كلكم تعاون بس في المناسبة عندكم صارت في المناسبة عندكم صارت الكل راح يتجمع يشاركوا بهاي المناسبة تصير فرحة حلوة ممكن الإنتاج مالتها والمظهر يصير بعد أكثر والاشتراك بها حتى الفلول نسينا نفسنا حتى البيت نسيناه لأن صارت عندكم روح تعاون مشتركة ما بين الموظفين عندنا دعم احتراف حقوق الجماعة في حضور المضيع يعني ما أطعن شخص ما موجود أو جماعتي ما موجودة والله هذا خلي ولا صدق بيه والله ما أعرف إيش كذا أو فلان ما موجودة شوف آخر شيء مو فلان هو خانه ما هو وداها ولا يلحق وأيضا اجتنبوا كثرة الظن ممكن الشخص اليوم ما أجى ممكن الشخص اليوم كان ضايج ممكن لا نظن عليه ظن السوء نتعاون وياه نسوي جلسة نتكلم وياه نعرف شنو الأسباب ليش إحنا نسيء الظن في الشخص ونزعل منه ونكبره